مساء الخير. ساحر العود عازف على أوتار الروح، مبدع وارف الظلال كثير الثمار، وبرفقته فلذة كبد تخشع لها المسامع وتنحني الأفئدة. الليلة نفتح باب القلب قبل بيت القصيد لضيفينا المميزين. اهلا وسهلا. اهلا استاذ احمد. اهلا بلقيس. اهلا وسهلا. شرفت بيت القصيد. الله يشرف قدرك. الله استاذ احمد، حضرتك مقل جدا بالظهور الاعلامي، ليش؟ يعني انا بحب اطلع لما يكون في حدث معين او في عمل معين. نعم. يستحق اني اطلع له اعلام، يعني مش ما اطلعش يعني بدون مناسبه، يعني افضل هذا. بتفضل تربط ظهورك الاعلامي بأي حدث فني؟ نعم، باي عطاء جديد، باي كذا. اخيرا اخذت بلقيس بركه الاهل والموافقه على احتراف الفن والغناء. نعم. نعم. طب قد ايه هالشيء بذكرك ببداياتك وبطفولتك؟ انت يعني حضرتك هربت من الحديده مسقط راسك واتيت الى عدن. الى عدن في. نعم. في الجنوب لاجل يعني ربما احتراف الغناء والفن، مش هيك؟ نعم نعم. يعني انا كنت في الحديده، كانت السبل غير متيسره خالص. نعم. في ما يخص الموسيقى، والاسره معارضه ايضا موضوع الفن. وبعدين جاء فنان كبير الى الحديده وعمل حفله، الاستاذ احمد قاسم الله يرحمه، قال لي انت لابد ان تترك الحديده وتروح عدن. فأنا عملت بهذه النصيحة ورحت عدن. وهل كانت نصيحة الأستاذ أحمد قاسم الله يرحمه في يعني في مكانة بالنسبة لك؟ في مكانة. نعم. يقال النصيحة بجمل. أي نعم. لا. أنت قبلتها؟ هي كان في مكانها جدا يعني. نعم. لأن عدن كان فيها تلفزيون وإذاعة وصحافة وإعلام، وكانت متوهجة ثقافيا وفنيا. فذهابي إلى عدن خدمني كثير، ورسخ عندي موضوع أني لابد من الحصول على منحة موسيقية والذهاب للدراسة. وهذا اللي حصل. وهذا اللي حصل. سمعك أحد المسؤولين و... نعم. وأعطاني منحة. وأعطاك. نعم. منحة. نعم. أدي دعم والدك وأدي كونك بنت أحمد فتحي مع حفظ الألقاب سهل الطريق أمامك؟ أكيد سهل إلى درجة كبيرة. يعني هو ربما كان حاسس بمعاناته لما كان طفل وصغير، ولم يجد. نعم. الدعم الكافي من أسرته، لذلك تعرض لكثير من الضغوطات والمخاطرات والصعوبات ما إلى ذلك في سن الصغير. نعم. بس هو كان حاسس فيني من طفولتي، بس نوعا ما كان في ضوابط في المنزل أنه ما بتطلعي تغني إلا بعد ما تنهي دراستك. فأنهيت دراستي الثانوية وأنهيت البكالوريوس، كانت أمي معارضة تماماً أنه. نعم. أنا أمتهن الفن. بس هذه ليه؟ من أنه ذاقت اللوعة بالزواج من فنان؟ لا. اسألها. لا، بس هذه رغبة أنا يعني نوعاً ما الآن فهمت معناها. أكيد كان الوالد والوالدة حابين أنهم ينشئوا صوت مثقف، مش بس صوت حلو. نعم. في كثير أصوات حلوة، بس نادر ما تجد صوت مثقف وقدرة على التعاطي مع الإعلام والحديث وما إلى ذلك. شو يعني صوت مثقف؟ صوت، أنت شو السؤال المهم؟ صوت مثقف يعني فاهم، يعني فاهم. نعم. هو إيش قاعد، مش يعمل. بس بيغني، لا، فاهم الأغنية على مستوى الكلمة وعلى مستوى المقام وعلى مستوى اللحن وعلى مستوى النوتة الموسيقية. صحيح أنا مش دارسة موسيقى، بس القعدة مع أحمد فتحي بتسوى يمكن 10 سنين مع ملحن غير متعلم، لأنه بيركز على النوتة وبيوقف عليها. فهذا كله يعني جدير. مش درست موسيقى بس درستي استراتيجيات التسويق. اي صحيح. قد ايه هالشيء ممكن يساعدك او عم بيساعدك بتسويق اسمك وفنك اليوم؟ يعني بلا درجة كبيرة، ما في شيء يحدث إلا وأكون أنا ملمة فيه.
لو على مستوى مكتب الإعلامي وكتابة الأخبار ونشرها، لو على مستوى متى ننشر الأغنية وكيف ننشرها وإيش هي وسائل تسويقها وترويجها، على مستوى طلوعي أنا بالبرامج الإعلامية متى يكون مناسب ومتى غير مناسب. في كثير فنانين ما عندهم هذه الخبرة، فتكون في جهات تتولى عملية التسويق والترويج، قد تكون عملية ناجحة وقد تكون عملية غير ناجحة. بس بالنسبة لي أنا دراستي كثير ساعدتني أني أفهم هذه الاستراتيجيات وأطبقها. هلأ ممكن يعني تعملي مديرة أعمال نفسك ومديرة أعمال والدك؟ لا أكيد أنا بحاجة لا لا أكيد طبعا بحاجة مدير أعمال عيني أكيد. ممكن يعني هيك نفتتح الجلسة بسماع شيء تختاروه؟ أي أي. إذا ممكن أنا أقترح أن احنا نبدأ ب عايزها تسمعني حاجة لفيروز. لفيروز إيه أنا بحب الحقيقة يعني بعض، وبعتقد إنه بلقيس بتحب بعض الأشياء بتقولها، بلقيس بتقولها بإحساس جميل يعني. تفضل. كلنا سمع وأذان يعني صاغية صاغية. الشلبية عيونها لوزية، حبك من قلبي عيوني انت عينيا، حبك من قلبي عيوني انت عينيا، حد الآن عطر محبوبي ناطر، كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا، كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا، بتضل بتروح والقلب مجروح، وايام عالبال بتغيب وتروح، وايام عالبال بتغيب وتروح، تحت الرمانة حبي حكاني وسماني غناني يا عيوني وتغزل فيا، سماني غناني يا عيوني وتغزل فيا. يا سلام. الفن يورث يعني، هل تؤمن بالجينات الفنية؟ منلاحظ بصراحة أنه بكثير من الأسر يعني إذا أخذنا الرحابني مثلا نشوف أنه زياد مبدع كبير، مثل عاصي إذا أخذنا أبناء منصور منشوف أنهم يعني ورثوا عنه أيضا، إذا أخذنا يعني في أمثلة كثيرة بالعالم العربي. هل تؤمن بتوريث الفن مثل التوريث السياسي اللي حاصل ببلادنا؟ لا هو مش كده يعني. أنا في رأيي أن الطفل الموهوب الذي يولد في بيت فنان محظوظ، يتربى أو تتربى أذنه على الموسيقى من النشأة من الصغر، وبالتالي لابد أن يطلع مختلف عن موهوب آخر في بيت عادي. بلقيس الجينات ولا البيئة؟ الاثنين. الاثنين. أي. بتحسي أنه من يوم ولدتي وكأن ولدت هالموهبة معك؟ صحيح. أنه أنا طفلة ربما زي ما هو قال في بداية الحلقة، يعني من أنا طفلة كنت أعشق شيء اسمه العود والموسيقى والكلثوميات والفيروزيات وما إلى ذلك، بس كل ما كنت أكبر كل ما كان بيزيد هذا الشغف فيني، فأعتقد أنها البيئة والجينات. هل بتعتقدي أنه والدك أخذ الشهرة وما يستحق من اهتمام بالعالم العربي؟ هل هو كعازف عود وكمؤلف موسيقي وكفنان شامل يعني بيألف بيعزف بغني، يعني شهرته هل هي توازي مثلا شهرة مرسي خليفي، نصير شما، أنور إبراهام، يعني عازفي العود المعروفين بالعالم العربي، أم ظلم بشكل أو بآخر؟ كعازف عود أعتقد لا. أنه نال من الشهرة كبقية العازفين الموجودين في الوطن العربي. لا. يعني اللي بيتكلم على مستوى عازفي العود يعرف أنه في أحمد فتحي، يعرف أنه في أستاذ عباد الجوهر، بيعرف أنه في أستاذ نصير شما، مرسيل خليفة، والأسماء الكبيرة. لا. اللي أنت ذكرت يعني كمستوى على ليفل عزف العود أيوة معروف عربيا وربما في الخارج الآن لأنه أقام عدة حفلات في خارج أرجاء الوطن العربي، بس كفنيا وكتقدير إعلامي حالي موجود للفنان أحمد فتحي كمطرب وملحن لا،
ما أعتقد، وهذه أول مرة أنا أصرح أنه لم ينل أو لم يحظى الشهرة الإعلامية الكافية مثله مثل بقية الفنانين اللي بمستوى. شو السبب برأيك؟ شو السبب برأيك؟ قول لي أنت السبب، أول مرة أنت معي في البرنامج. أول مرة. أول مرة بتظهروا معا ببرنامج واحد. طب خليه هو يعطيك السبب. من حسن حظنا. من حسن حظنا أنا وهو أيضا أنه إحنا نلتقي معك في برنامج مثل بيت القصيد. شرف، شرف لنا حقيقة، عم بحكي مش مجامل. بس جاوب على سؤالها. ايه يعني اولا انا واضعي انه بعد ما تخرجت من معهد الموسيقى، نعم، رغم المغريات اللي قدمت لي وانا طالب، لاني كنت طالب متميز ورفضت المغريات، وكنت عندي هم اني احصل على الشهاده واروح الى بلدي، نعم، من اجل ادي رسالتي الطبيعيه يعني. ده كان أول إشكالية حصلت فيما بعد أدركتها، مش فرجعت إلى البلد يعني كان المناخ غير مهيئ، الظروف العامة للموسيقى والغناء ما بالك والتأليف يعني، طبعا ده قصة ثانية يعني، كل هذه الأمور يعني. هل بتعتقد أنه التزامك بتقديم فن يعني أصيل، فن ملتزم بالمعنى الإنساني لكلمة التزام، ساهم ربما بعدم الاهتمام الإعلامي، خصوصا أن وسائل الإعلام تركز على أنماط أخرى من الفنون؟ ممكن، هذه واحدة أيضا من الأشياء، لكن يعني هي أمور مجتمعة، يعني أمور مجتمعة من ضمنها أنه عند عودتي للبلد كان ما فيش أي مناخ ممكن واحد من خلاله يعني يبدع أو يعني يقول ما عنده. وبالتالي عندما قصدت الهجرة إلى القاهرة، الخليج بالأول، الخليج ثم إلى القاهرة، الخليج عملت معاهد موسيقى، عدة معاهد موسيقى، وكانت دي رسالة أنا كنت يعني داخلي يعني يصر على أنه لابد أن يعملها. وبعد كذا عندما حصلت الإشكاليات في الخليج والأراق ذهبت إلى القاهرة لتحضير دراسات عليا. أيضا في عنصر آخر اللي هو أنا ما بعملش ألبوم بشكل ملتزم يعني، نعم، يعني مش بالضرورة يكون ألبومي جاهز بعد 8 شهور أو بعد سنة، هذا إشكال كمان تاني. عندك مزاج الفنان الخاص اللي لما يخلص الألبوم براحته بعد سنة اثنين ثلاثة ينزل، وبالتالي الناس بتجري كل يوم كليب، دي مشكلة كمان. على مهلك على الطريقة اليمنية. هل سبب يعني الإقامة كما ذكرنا أنه بالخليج لفترة ثم بالقاهرة، غير أنه يمكن باليمن لم تتوفر الظروف الكافية، ما في ما يسمى صناعة النجم أو ما يسمى يمكن الاهتمام، ولكن أيضا في عدم اهتمام الإعلام العربي الكافي باليمن، يعني يمكن لولا الثورة اليمنية ما منشوف يعني. أنا بعترف مثلا بالتقصير، على مدى 15 عام من برنامج خليك بالبيت يمكن الفنان اليمني الوحيد اللي حاورته هو أبو بكر سالم الكبير. بتشعروا بظلم الإعلام لألكم كيمنيين بلقيس، ولا أنت كونك إماراتية؟ لا أنا وضعي مختلف، لأنه أنا من مواليد ونشأت دولة الإمارات الأم إماراتية، فربما لم أحس بالمعاناة. وكمان ظلما الآن لو تكلمت عن الظلم أو الإجحاف اللي بيتعرض له المبدع أو الفنان اليمني في اليمن، لأني لم أعش هناك ولا أدرك الوضع، بس ربما هو كشخص خرج من اليمن أو هاجر طلع من اليمن وأصبح يصدح بصوته بالفن اليمني في خارج أرجاء اليمن، أعتقد هو أجدر بالرد وحاس بالمعاناة اللي كانت هناك ولا زالت ربما في حق المبدع اليمني. في بعض اللوم اليمني عليك بلقيس، أنه بتقدمي نفسك أحيانا كفنانة إماراتية أكثر ما بتقدمي نفسك كفنانة يمنية، هل هاللوم بمحله؟ هل عتب بمحله؟ لا والله أبدا لا. يعني أنا في كل لقاءاتي الإعلامية بما فيها لقائنا اليوم دائما أصرح أني أنا الفنانة اليمنية بلقيس، لأنه أصلي معروف أنه من اليمن. حتى أول طلعتي كانت في جلسات إذاعة صوت الخليج القطرية، وكنت لسه بمريول المدرسة، كان مع الأستاذ محمد المرزوقي، أوجه له ألف تحية من خلال برنامجك. مسيب الخير طبعاً. أي طبعاً، رجل له يعتبر أحد الأشخاص من أصحاب الفضل على بلقيس. في بداية مسيرتي هو كان تحدث مع الوالد وطلبني أعمل جلسات خاصة لصالح إذاعة صوت الخليج من غير ما يطلع فيها شكلي، احتراماً لرغبتنا بعدم الرغبة في ظهور الإعلامي حينها، لأني كنت لسه في المدرسة. فحدث أنه أول ما قدمت جلسات لصالح الإذاعة، أول مرة كنت أغني، كانت الأغاني يمنية في المجمل،
من الفن الصنعاني ومن الفن الحضرمي وما إلى ذلك. فإذا هذا عرفان مني وإقرار بأني فنانة يمنية قبل أن أكون إماراتية أو يعني خليجية. ممكن يكون زيك زي الآخرين، ما في فنانين كثير يعني طلعوا من اليمن وانتسبوا لدول أخرى، جذورهم يمنية ومولودين يعني. وبعدين مش ذنبك أنك تكوني مولودة في الإمارات. لا، البعض لا، وهي نصف إماراتية يعني. إنه يعني الإمارات كمان الانتساب إليها يعني شيء مشرف يعني بكل تأكيد. طيب ممكن نسمع شيء يمني يعني من التراث اليمني، من التراث اليمني العظيم، اليمن الأصل، أصل أصل يعني أصل كل شيء، أصل الحضارة، أصل الفن، أصل الحمد لله القبائل العربية. نعم، كلها جاءت. نعم، من اليمن. الحمد لله. نسمعك موال، كان نزل في ألبومي بصوتها. نعم، خليها تقوله الآن. ده موال يعني على غرار التراث، يعني بيحاكي التراث. أوكي. يعني أنا عملته ولكنه يحاكي التراث. أوكي. يعني بعد الغناء الجميل والعزف الأجمل اللي سمعناه، والعزف الجميل والغناء الأجمل، لأنه فعلا بتنافسوا أنفسكم بما تقدمانه، وهذا مش مجاملة. سمعتكم سابقتكم أستاذ أحمد، أستاذ كبير وبلقيس موهبي يعني يشهد لها الجميع، ولكن للأسف التراث الغنائي اليمني الكثير منه يأخذوا فنانين إسرائيليين ربما من أصول يمنية يهودية يمنية، وبنسبوا لهم كتراث يهودي أو كتراث إسرائيلي. كيف بتشوف هذا الأمر؟ الموضوع يتعلق باليهود اليمنيين. نعم. اللي عايشين بيننا يعني. نعم. اللي بعدهم باليمن ولا اللي غادروا إلى الذي في اليمن والذي غادروا منهم أيضا. نعم. هم نشأوا وتربوا على هذا الإرث الموسيقي اليمني وحفظوا كما. نعم. كما أي حد في أي بلد. نعم. يولد على كما أي يمني آخر يعني مسلم أو نعم. نعم. أو أي إنسان في الحياة يعني يذهب إلى أي بلد أو يولد فيها يعني ينشأ على هذا الإرث الموسيقي أو على هذا اللون. فاللي طلعوا من إسرائيل من المغنيين اليمنيين اليهود تبنتهم بعض الجهات في أمريكا. نعم. و دربوا أصواتهم، دربوا تدريب عالي الحقيقة، وقدموا عدة مهرجانات وفعاليات واحتفاليات فنية في أمريكا وأوروبا بالأزياء والرقصات على أساس إن هذه فنون إسرائيلية. نعم. وهو كلام مغلوط الحقيقة.
طيب شو كيف نرد على هذا، يعني على سرقة إرث يمني؟ أي أنا إرث عربي يمني. أي أنا بتكلم على المستوى الشخصي. نعم. أنا كنت أرد في كل ألبوم من ألبوماتي أنزل عمل أو اثنين واكتب عليه تراث يمني من المنطقة الفلانية، من الأشياء اللي هن بينصبوها اللي هم أخذوها، يعني اللي هم أخذوها مجموعة من الأعمال. نعم، أكتب عليه هذا التراث من المنطقة الوسطى، مثلا منطقة الوسطى تقع بين صنعاء وتعز، هذه من منطقة عدن، هذه من منطقة صنعاء إلى آخره. هل يمكن الفصل أستاذ أحمد بين يعني موسيقى وغناء يهودي يمني وموسيقى وغناء يمني آخر؟ يعني هل للفن أو لليهود اليمن فن خاص بهم؟ لا، هو في حاجة بس بسيطة حصلت. عندما تدربوا في الخارج في لكنة معينة كده تتعلموها يضيفوها على الأسلوب الغناء اليمني. هذه اللكنة تخلي يعني اللي يسمع يقول هذا اليهود اليمن يهود، بس باللكنة دي، باللكنة اللي هي، إنما الجملة هي اللجمة. ممكن أسمعك حاجة لو سمحت؟ يعني في عندنا مثلا أغنية يا هزلي، هم كانوا يقولوا يا هزلي يا هزلي قد نزلت البير صلي، يعني يمكن كانوا خايفين إنهم يصلوا، ما أدري، لكن عموم الميكرو لو سمحت. أي فهذه من الأغاني اللي يعني في اليمن حاضرة ومشهورة. عندما سمعتها أنا من اليهود في أمريكا الحقيقة ذهلت، يعني ومكتوب في الألبوم تراث إسرائيلي يعني، فنزلتها في ألبومي. أحسن رد هذا. أي اليوم خلي بدري في وقت التجلي يا هزلي، حاليا لفتا معطر كل ما في الكون يسخر من حلاه والشعر الأشجار يا هزلي. صوتي من ذا؟ صوتي مغرم، صوتي شادي قد ترنم، صوتي من ذا؟ صوتي مغرم، صوتي شادي قد ترنم، قال انا عاشق متيم في الهوى قلبي مهيم، قال انا عاشق متيم في الهوى قلبي مهيم يا هزلي. لا 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 يا هزلي. ألف ألف شكر. لاحظت أنك بتطلعي بالوالد هو عم يعزف ويغني بإعجاب شديد، قد ايه هيك معجبه فيه مش بس كوالد يعني كفنان؟ في مثل بيقول كل فتاه بابيها معجبه، صح. هذا مثل اشكر اللي كتبه تاريخيا يعني، هو فعلا كل بنت عاده تكون اشد قربا لوالدها اذا كان حنون عليها من امها.
وهذا شيء مسبب الغيرة بين أمي وأبويا. ماما بتغار لما أنا أتكلم عن والدي بحب. اللي زاد حبي لوالدي جرعات هو احترامه لنفسه ولفنه ولجمهوره ولرسالته الفنية اللي يقدمها للناس منذ 30 عاما. الله يخلي لك والدك ووالدتك ويطول ويطول عمرهم وعائلتك كلها طبعا، اخواتك والجميع. بدي الفت نظر مشاهدينا قبل ما توقف مع استراحه سريعه انه بيقدروا ينضموا لصفحه بيت القصيد على الفيسبوك ويقترحوا علينا اي اقتراحات او اي ملاحظات او حتى اسماء مبدعين عرب لاستضافتهم في بيت القصيد، وبعد لحظات نتابع هذا اللقاء. فعلا يعني الواحد ما بيعود يحب يحكي بعد ما يسمع هالعزف الرائع وهالموسيقى اللي فيها فعلا بعد روحي واضح. الله يخليك. يعني حتى اللي مش ضليع بالموسيقى بس بيقدر فورا يحسه
ويلمس. اليوم بظل العولمه استاذ احمد، هل بعد فينا نحكي عن صفاء موسيقي خالص او عن صفاء فني خالص، ولا تداخلت يعني الثقافات ببعضها والذوق يعني من اثنيات ومن حضارات مختلفه؟ لا تداخلت، صحيح تداخلت. يعني احنا بيشغل بالك الموضوع بخوفك ولا احنا غزينا؟ نعم احنا غزينا، والاعلام الحقيقه سهل الامور كثير. نعم. وكثير من المؤسسات الانتاجيه ايضا ساهمت الى حد كبير، وبقينا كلنا يعني مع الراب ومع التكنو وغيره من القوالب الغربيه. نعم. وهذا شيء مؤسف، شيء مؤسف. اصبح المقام الموسيقي، المقام وليس السلم، يكاد يكون معدوم في موسيقانا، وهو اساسنا. نعم. آلاتنا الأساسية اللي هي العود والقانون والناي اللي نعتمد عليها أصبح حضورها نادر. المطرب الذي يؤدي المقامات العربية الصعبة شبه مخفي أو يعني معتم عليها، العملية أعتقد أنها يعني هل هذه برأيك مسألة إعلام فقط، ولا الذوق العام كله راح بهالاتجاه؟ يعني أنا بهمني رأيك بلقيس كشابة، كصبية عربية اليوم وفنانة عم تشق طريقة. ما بحس أنا أحيانا أنه الإعلام فارض علينا أشياء معينة، ولكن إذا عندك محبين، إذا عندك، هذا دليل على أنه الذائقة بخير. نعم، هي طبعا أكيد أي شخص عنده موهبة ويقدم شيء للوسط ولديه مجموعة من الناس اللي بتسمع له، شيء ضروري أنه يتحمل مسؤولية على الأقل إنقاذ ما يمكن أن يتم إنقاذه. بس أنت إذا كان السؤال أنه الإعلام والذوق العام بشكل عام، أي هو طبعا الطرفين، أكيد الإعلام كان ساهم بشكل كبير في تغيير أو في تسيير الذائقة العامة فنيا. بمناسبة هذا السؤال، اليوم كانت في أغنية على قناة من القنوات. نعم. قناة إخبارية، فكنا أنا والوالد بنشوفها، لفت انتباهنا أنه الجملة اللحنية عربية وجميلة وأداها مجموعة من الشباب الثوار، وتم. نعم. يعني تنفيذها بأبسط الإمكانيات من توزيع ومن يعني كان على كيبورد، الإيقاع تبع الأغنية كان تكنو. فبابا إيش قال؟ قال هذه مشكلة، الأغنية حلوة ولكن إيقاع تكنو غربي، غربي تماما، والجملة عربية بس تكاد تكون يعني رايحة شوي على الغربي، يعني نوعا ما حتى الفليفر يعني الطعم العربي اللي موجود فيها بدأ نوعا ما يتلاشى في ظل الدم والتك. فبعدين أنا، هو قال أنا ما عجبني، قلت له أنا أعجبني. نحن هنا صار صراع الأجيال. نعم. يعني هو ذوقه، كل جيل عم بيقدم هويته بطريقته، بطريقته بطريقته هو أفضل. هم عندهم حق، الجيل هذا عنده حق، لأنه يعني الخطة بدأت من أكثر من 25 سنة أو 30 سنة بأن ينشئ جيل. الخطة تعتقد أنه الخطة، أي خطة، هي خطة يعني بتآمن بنظرية المؤامرة. أي أكيد هذا الكلام أكيد. يعني بدأت يعني من حوالي أكثر من 25 30 سنة في أن ينشئ، والدليل أنه منعت التربية الوطنية من المدارس، هذا واحد. نعم. من الأشياء يعني، والوطني الأكبر خلاص لغى وكل الكلام ده انتهى يعني بناء على الخطة يعني. والإعلام وجه بأن يعطي على الأقل، على الأقل نسبة 90% للجديد الذي عايزين يعني يبنوا من خلاله هذا الشريحة العظيمة من الكبيرة، قصدي الواسعة، من الشباب، من أجل هذه المفاهيم، المفاهيم اللي هي تعتمد على التكنو والراب والحاجات هذه. بلقيس بتوافقي والدك على اللي عم بيقولوا انه هناك خطه او مؤامره على الذوق الفني العربي؟ اي نعم، بتوافقي على 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 هالامر؟ اي. حضرتك ابتداتي يعني استهليت الحلقه باغنيه لفيروز. نعم. واطلق عليك لقب فيروز اليمن. على الرغم من يعني عدم ايماني بالالقاب، وحتى عدم رغبتي في ان يطلق علي لقب في يوم من الايام، حتى لو كان فيروز اليمن. لا، فيروز دي عظيمه يعني، ما فيش. ليه ضد يعني؟ ليش ضد الالقاب؟ انا بدي اسال سؤال ثاني بس بفتح هيك. لا، هي تريد ان تكون هي. اي يعني لا معلش، بس طبعا ست فيروز عظيمه وكبيره، ونوجه لها تحيه والله يعطيها طول العمر ان شاء الله، واحنا تربينا على اغانيها وكل شيء، بس الالقاب هذه. انت بدك تكوني بلقيس. اي يعني بلقيس اليمن. اي بلقيس اليمن وكفى.
شو في اكثر في اكثر من بلقيس. ايوه ايضا معجبه حضرتك كما قرات بالفنانه اللبنانيه ايضا المتميزه جوليا بطرس. نعم. بتحبيها وحتى قلتي انك يمكن تتمني لقاء زياد بطرس. التقيتي فيها حسنا، يعني انه حققتي هالامنيه. جوليا تتميز بالغناء الوطني، بالغناء للقضية الفلسطينية، بالغناء للمقاومة، بالغناء لمثل هذه القضايا النبيلة. نعم. نعم. هل تفكرين بأشياء من هذا القبيل، من هذا الاتجاه؟ أكيد في بيني وبين الوالد اتفاق أنه كلما سنحت الفرصة. يعني شوف الآن أستاذ زاهي، أي فنان مبتدئ في بداية مسيرته يقع في حيرة ما بين إرضاء السوق والذوق العام وما بين إرضاء نفسه ورسالته وتوجهه وأهدافه هو، لأنه أحيانا هذا قد لا يتفق مع هذا. نعم. السوق تجارة بشكل كبير، يعني قاعد بيصير في السوق العربي الآن الغنائي، وفي فنانين زيي مثلا نشأوا نشأة سوية فنيا وحاب أنه يكون عنده رسالة أو هدف. عجبتني نشأة سوية فنيا. في نشأت غير سوية فنيا. أي في نشأت غير سوية. نعم نعم. فنيا مش عم نحكي اخلاقيا لا سمح الله، ولا لا فنيا. خليني اعلق بكلمه بالنسبه للست العظيمه فيروز. نعم. اي وحده قادمه موهوبه وتريد ان تقلد فيروز لا يمكن ان تصل لفيروز باي حال من الاحوال. نعم. فيروز حاله نادره واستثنائيه، ما في شك. بس لا تتكرر، يعني حتى اللي يعني يقارن فيها ربما يظلم من حيث لا من حيث من حيث لا يدري. غنيتي ايضا اغاني وطنيه للامارات. نعم. حضرتك. نعم. هل ممكن تغني اغاني وطنيه لليمن؟ اي نعم، ليش لا، للوطن العربي اجمالا، لانه انا عربيه قبل ان اكون اماراتيه او انتمائي لليمن او نعم. يعني انا عربيه والقضيه الفلسطينيه تهم الجميع، المقاومه العربيه في الوطن العربي ضد العدو تهم الجميع، فاكيد اذا سنحت لي الفرصه ان اقف على مسرح أمام جماهير عربية مستمعة لهذا النوع من الفن يشرفني وبكل تأكيد. أنا سعيد جدا أنه في فنانة عربية شابة تفكر بهذه الطريقة التي تفكرين بها بلقيس. وقبل ما تابع المزيد من طرح الأسئلة وأطلب المزيد من سماع الصوت الرائع والأداء الحساس العالي، رح سمعك بفقرة كلام يوصل رأي للشاعر السعودي الأستاذ عبد الرحمن الشمري. نسمعه سوا لو سمع. بلقيس اسم قدر يصل للعالمية. بحثت كثير بالألقاب ولقيتها يناسبها كل الألقاب، لكني اخترت أسميها بلقيس. الفنانة الوحيدة اللي أنا أشوفها جمعت بين الصوت الجبلي والصحراوي والساحلي والأوبرالي هي الفنانة بلقيس. تنافس الفن الأوروبي، الفن العربي، الفن الهندي. بلقيس تجربة، يعني لسان حال الشعراء حولها والملحنين كلهم يقول من يأتيني بعرش بلقيس قبل أن يرتد شعري إلي. سؤالي للفنانة بلقيس، بما أننا في ظل الصراعات والربيع العربي، متى تقدم لنا بلقيس خارطة طريق فنية لحوار الأديان؟ الجواب عندك بلقيس. أول شيء أنا أتقدم له بالشكر والتحية أستاذ عبد الرحمن الشمري، واحد من الشعراء المعروفين في الخليج إجمالا، وهو أيضا كتب لي قصيدة العالم يغني زايد. نعم. اللي هي أغنية لبيه يا شيخ الغطاريف اللي قام بتلحينها الوالد بطريقة الأوركسترا السيمفوني، وقدمناها كأغنية مع الفيديو كليب للعيد الوطني 40 لدولة الإمارات. فشكرا على الكلام. و طبعا احنا كنا لسه بنتكلم يعني عن هذا الموضوع، انه متى اقدم نعم يعني اغنيه فيها حوار للاديان او حوار للسلام او دعوه للتصالح مع النفس ومع الاخرين وما الى ذلك. زي ما ذكرت لك، يعني في اقرب فرصه اذا ما سنحت لي كل الظروف وتوافرت المصادر، اهم شيء الجهه التي تتكفل بالقيام بهكذا اعمال، أكيد ما رح أقصر. يعني
طبعا ما بتقصري، وما بتقصري انك تسمعينا بما انه استمعنا الى شاعر من الخليج العربي، وحضرتك غنيتي لشعراء من الخليج كبار، وشاركتي بتكريم بسهر التكريم الشاعر بدر بن عبد المحسن، غنيتي من كلمات فزاع الشاعر حمدان بن محمد بن راشد. ممكن نسمع شيء؟ الوالد طبعا لحن لكبار مطربي الخليج من طلال المداح ومحمد عبده إلى الأجيال الأخرى اللاحقة، ما فينا نعد يعني أسماء. هل ممكن نسمع شيء خليجي؟ أي خليجي ممكن. لو سمحت نقول مسألة سهلة مبدئيا ثم بعدين من كلمات مسألة سهلة من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومن ألحان أستاذ فايز السعيد. أوجه لكلاهما تحية. يلي ذكرت الأجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر، لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب مسألة سهلة، الهجر يجرح خفوك، العاشق الهايم من هالشفايف كمن هالعين منها لا لكن راعية من من هلك صايم لا يجهل الحب قلبك وانطغى جهلا افرد جناح الهجر يطير الى الحايم. بلقيس، انا كمان بدوري بحيي الفنان الاستاذ فايز السعيد اللي بعتقد انه عم بيساهم كمان وعم يدعمك بمشوارك الفني وعم بيقدم أعمال جميلة، لكن اللي لفتني هو غنائك بلهجات متعددة، يعني باللهجة الخليجية، اليمنية، المصرية، اللبنانية، بتغني بالهندي كمان، بتغني بالإنجليزي. هالتنقل بين اللهجات مش متعب بالنسبة لإلك ولا يعني مسألة سهلة؟ هو بيكون سهل لشخص يكون عاش مع مختلف الجنسيات كما هو حادث معنا في الإمارات. يعني أنا من أيام طفولتي في المدرسة كان معي الفلسطيني والمصري واللبناني والأردني أنتوا جيل العولمة. جيل العولمة والهندي كتير الحمد لله. وكان في معنا كمان في من الجاليات الأسيوية كمان كثير عايشة معنا في الإمارات، فكان سهل جدا أنه نتنقل بالحديث. بس في بعض الأشخاص بيكون عندهم سهولة في التقاط اللهجة أكثر عن غيرهم، فأنا الحمد لله وفقت يعني من عند ربي أنه أنا أكون واحدة من الأشخاص اللي سهل عليهم يلتقط لهجة أي أحد ثاني، حتى لهجة أهل المغرب العربي يعني مش صعبة. ممكن ليلي يعني إذا سمحنا الوقت نسمع بكل اللهجات، ولكن أستاذ أحمد هل بتشوفها لبلقيس بلون معين بإطار معين تبرع فيه أكثر من غيره؟ يعني إذا كان لك من نصيحة على الهواء يعني أمام الكاميرا تنصحها إياها، شو اللي بتفضل إياه؟ أي لون غنائي، أي نمط، أي اتجاه؟ هي بلقيس صوتها بتعتمد على صوتها، يعني لأنه بيطوعها في كل الألوان فبتغني كل الألوان، وهذا من حقها عادي يعني. بس مش معقول تتحول إلى مطربة هندية. مش ممكن يعني، يعني تغني هندي شوية ماشي، لكن تتحول يعني إلى تغني إلى مغني هندي. هندي إنجليزي كل ألوان يعني ومتمكنة يعني. لا أنت خايف عليها أن تروح بهالاتجاه؟ لا ما راح تروح، أنا قصدي يعني لا أسمح مؤشرات. لا أسمح. إنما مثلا تتوجه للغنى الهندي وتصير بلقيس الهندية. ما ينفعش. لا بلقيس لازم يمنية. يمنية عربية. لأن صوتها يؤهل لهذا، هي يعني تمكن صوتها، عندها ملكة في الصوت، عندها قدرة. صوتها فيه خصوصية، هذا الذي خلاني أوقف إلى جانبها رغم كل الأشياء. وهذا اللي خلى المطربة المتميزة صاحبة الصوت العظيم أصالة نصري إنها تحتضنها بطريقة بدت وكأنها تنحني أو تركع أمامك. شو كان شعورك لما أصالة عملت هالحركة؟ أول شيء أنا بتوجه لها بالتحية طبعا والتقدير، هي فنانة كبيرة لا شك وصاحبة جماهيرية كبيرة أيضا. الحلقة صولا كانت حلقة مهمة جدا في مسيرتي يعني كفنانة مبتدئة.
لأنه اللي حدث فيها أنه كان كل منا طبعا كانت الأصوات الموجودة كانت ما شاء الله كلها أصوات قديرة وما إلى ذلك، بس كان في نوعا ما استعراض للغناء الهندي واستعراض يعني كل واحدة فينا استعرضت بالإمكانيات اللي تملكها. الست أصالة لما وجدت أنه يعني أنا أستطيع أن أغني هكذا وأستطيع أن أغني باللون الصنعاني اللي هو يعتبر من أحد الألوان الصعبة طبعا أكيد، كان تقدير منها أنه عبرت عن تقديرها باحتضانها لي، وأنا أعتقد أنه هذه عفوية وتواضع كبير من فنانة كبيرة نفسها طبعًا. يعني أكيد طبعًا. أعطاني اعتزاز وثقة في النفس. قبل ما نطلب الاستماع للمزيد من حضرتك ومن الأستاذ أحمد فنان القدير والكبير واللي بنعتز بوجوده الليلي ببيت القصيد، نتوقف للحظات قليلة ثم نتابع. مشاهدينا نتابع بيت القصيد مع القديرين أحمد وبلقيس فتحي، وقبل ما أطرح الأسئلة الأخيرة المتبقية للأسف الوقت دهمنا، رح نشوف فقرة بعنوان علامة فارقة ثم نعود إلى الأسئلة. عوده خله الوفي، ألحانه حنين وطن ووصل أهل، ومناجاة ساهر أضناه الوجد. حالم لم يشف من عشق اليمن وعشق النغم، بسحر ساحر مزج في موسيقاه الموروث المحلي بالعالمي. تسعت فضاءات الأوتار الخمسة وكان سلام. إن شكى فلعوده، وإن حن فلمدن سكنها ولأهل لم يغادروه. خرجت من عباءة والدها صبية محملة بثمار الفتنة، فتنة الصوت والثقافة والحضور، وكما أول قطرات الغيث روت ظمأ الصحراء بصوت يعيد ترتيب النجوم. في أغانيها وعد، وفي خياراتها الفنية وعد آخر. إماراتية المولد، يمنية الهوى، وبين الهويتين لم تضيع بوصلة الطريق للنجاح الآتي. ماذا بعد؟ بشو بتحلمي؟ أحلم الارتقاء بالذائقة الفنية لأبناء جيلي. بوجود أمثالك لا شك أنه هذا الأمر بيحصل. أستاذ أحمد فتحي، كنت أول فنان عربي ويمني تعزف وتشارك في احتفالية جائزة نوبل. عزفت الأرواح الشر الخيرة. مش الشريرة لأني بدي أسأل أنا من هي الأرواح الشريرة بنظرك. عزفت الأرواح الخيرة اللي سمعناها خلال الحلقة، سمعنا جزء منها يعني، وعزفت آية قرآنية أيضا. من هي
الأرواح الشريرة ولماذا حملت معك القرآن الكريم إلى الغرب؟ أنا ما لحنت سورة قرآنية لا آية اسم العمل اسم نعم اسم العمل آية قرآنية الـ 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 الأرواح الخيرة هي التي تستحق أن نعطيها كل ما عندنا لأنها أعطت البشرية كل ما عندها، والأرواح الشريرة لا تستحق منا موسيقى، تستحق أشياء أخرى مش عندنا. أكمل. ونوبل يعني الحقيقة كان شرف لي أني أنا أول عربي أشارك فيه في احتفاليتين، الحقيقة أول واحد حتى في الحفل عمل احتفاليتين، أنا احنا كل يعني المجموعة كلها اشتركت في حفل واحد. أنا كان عندي حفل أول يوم مع الملك وصفوات المجتمع الدولي اللي قدمت فيه الأرواح الخيرة اللي هي المعزوفة الرابعة معمولة للحدث نفسه، وفي ثاني يوم مع المجموعة قدمت اللي هي سلام سلام اللي هي بين الثقافات الإسلامية والمسيحية إلى آخره. خلي الأرواح الشريرة للرؤساء العرب. أستاذ أحمد، ما الذي قدمه لك الغرب ولم يقدمه الشرق؟ الغرب المستمع الأوروبي عنده نظرة تحليلية لما يقدمه المبدع، وهذه ميزة عظيمة. المستمع الأوروبي إذا حضر لك 10 أو 20 أو 100 تأكد أنه بعد كده هيكونوا أضعاف يعني يذهبوا من مكان إلى آخر لأجل يشتروا تذكرة ليحضروا لك بعد أن يؤمنوا بالموهبة، وهم عندهم هذه النظرة التحليلية النقدية مش مجرد مستمعين عاديين. مع أنه يعني للأماني أنت كرمت يعني في الشرق كثيرا، وفي يعني من اليمن أيضا قبل السفارة اليمنية في لا يعني الحمد لله التكريم المكتب مليان يعني مش قضية، ولكن أنا قصدي بس المستمع لا بعرف أنا مش بس عم يعني عم بعطي المعلومة للمشاهدين أنه تم تكريمك في الشرق. قدمت مقطوعة موسيقية للرئيس الأمريكي باراك أوباما. نعم قدمت. ليش وهل بعدك عند رأيك فيه ولا غيرت رأيك؟ لا هو الموضوع أصلا أنا قدمته، أنا شخصيا غيرت رأيي. أوكي. في كثير يعني غيروا، مش هذه القضية، مش قضيتي أنا شخص أوباما بقدر ما كان قضيتي الخطبة التي كانت في جامعة القاهرة من أوباما. نعم. وأعطتنا جميعا الأمل. صحيح. الأمل الكبير الحقيقة في الرجل. فأنا أيضا الرسالة اللي عملتها هي حوار مؤلف بين آلة العود الشرقي العربي وبين الفلوت الغربي، يعني حوار ثقافات في نفس الوقت يعني. وهديتها له، كنت أشكره على أنه قال يمد جده للعرب وللمسلمين، وهذا كان رد يعني. ليه رفضت أن تحصل على جنسية أخرى غير الجنسية اليمنية؟ يعني ما كانش في داعي كثير بالنسبة لي، يعني الأمور كانت ميسرة طيبة، ما يعني كذا يعني. جواب يعني جواب دبلوماسي. نعم يعني هو كذا. تعيش حضرتك في القاهرة وبلقيس ووالدتها يعني الأولاد الولدين والبنتين يعني بلقيس وأختها في أبو ظبي. نعم. ليه كيف لك قلب تبعد؟ حدا عنده هيك عائلة حلوة بيبعد عنها؟ لا أنا بعيد بالجسد لظروف عمل، ولكن الروح ملتقية كل يوم تقريبا. زوجتك متقبلة لهذا الأمر؟ أي الله يحفظها، يعني هي من يعني أعطاني الفرصة إني يعني بلقيس يعني متقبلة لهذا الأمر؟ حبا فيه وعلما بأنه هو محتاج إلى أن يكون هناك، لأنه هناك يفكر ويعمل ويبدع. أي ليش بأبو ظبي ما بيقدر يفكر ويعمل لا ويبدع؟ كل شخص على حسب. الوالد عاش تقريبا 30 سنة في القاهرة. صحيح. أكمل دراسته الثانوية والجامعية والماجستير وكل حياته تقريبا عاشها في القاهرة. أنا تفهم يعني نوعا ما هذا الشيء، لأنه أنا ربيت في الإمارات ودرست فيها ونشأتي وأهلي وأصحابي وكل شيء، يعني صعب علي الآن أنا أني أخرج من اليمن أروح أعيش في بلد ثاني، فلذلك أتفهم موقفه. نعم. الأخوة أصواتهم حلوة. مثل صوتي. كلهم أصواتهم. ممكن إذا احترفوا الغناء يعني ما يكون عندك مانع أنه الأسرة كلها تغني؟ أي أو يعني فرقة
حسب الله. لا هم سمعوني فتحي والفرقة يعني ما بدأ. لا سمعوني الأولاد سمعوني قالوا وسطوا أمهم أنهم بدهم سمعونا موهبتهم فهجوا سمعوني أول واحد قلت له طيب الثاني ثاني قلت لهم أنتوا شوفوا شغل ثاني غير الغنى العربي يعني. أم تغني الأم كانت تغني زوجتك قبل الزواج حضرتك منعتها يعني أو طلبت منها أن تعتزل الغناء؟ لا لم أمنعها ولم بالعكس إحنا كان بس في اتفاق إنه حد يرعى الأسرة والبيت والأولاد والثاني يتفرغ للموسيقى. نعم. ولا حنصبح كل واحد مسافر في بلد ونلتقي بالمناسبات. طب كان ممكن حضرتك تتفرغ لرعاية الأولاد والسيد الفاضل يعني لو يعني تم الاتفاق على هذا. هل شبعت من بلقيس الطفلة أم لا تزال تراها طفلة حتى الآن؟ لا طفلة حتى الآن وغدا وبعد غد هي طفلة. لكن الحال الولد والبنت بيضلوا بنظر أهلهم إلى أبد الآبدين. نعم. أطفال بنت وصبي. نعم. للأسف وقتنا يعني شارف على الانتهاء بدنا نختمه بأغنية أنتم تختاروها كما تشاءان مع أنه كنت حابب يعني أطرح الكثير من الأسئلة نتركها إلى لقاء آخر يتكرر في بيت القصيد بإذن الله. إن شاء الله. أنا خلي بلقيس تسمع الجمهور الكريم حاجة لأم كلثوم. عظيم. إيه يعني عشان شوفي أحلى من هيك. حسيتك عم تقولي له حرام عليك عم بتوجهي له الكلام صح. ليه حرام عليك انه تركنا الله يخليكم لبعض ويوفقكم بالفن وبالحياه شرفتوا بيت القصيد والف الف شكر والشكر الاكبر دائما لمشاهدينا اينما كانوا والى لقاء اخر.